صباحا بكر صباحا نجي الى 6:30 نبدا عجينه تاعي، نبدا خدمتي، نبدا في ظروف مناخيه صعبه، برد بزاف عليا، مي الله غالب. هذا هو الحل اللي عندي باش نوكل بها اولادي حاجه حلاليه. زوجه واقفه معايا كل يوم تحفزني باش تخدم، هذه تنوضني صباح بكري، ديما تقصي، ديما تعطيني جديد، ديما عندي لي كليو تاعي، عندي بزاف يجوا يشرو عليا، والحمد لله محاجب تاعي راه من نقولوا من احسن المحاجب هنا في ولايه عند فلا، ولا في خصوصيا العطاف. اصحاب المطاعم كاين كيما حالي كوبتي يداو يدي عليا بزاف، راهم المشتري تاعو راهم يقوموا بالفطير تاعي، راهم يعجبهم الفطير. والشخص الوحيد اللي علمني هذا الصوالح هو اخي الكبير عبد القادر الذي حفزني بالخدمه هذه. نكبر عليه ب20 سنه ولكن في العمل يكبر عليا بسنوات، يعني انه حب هذا الميتي ومشى بها، وهذه عائله يعني مام كاين خوتي هنا في الزوج ثاني يخدموا الفطير ويخدموا الكرشاله ويخدموا المحاجب، وحنا رانا نخدموا المحاجب، نخدموا السوفلي، نخدموا البيتزا. دلو الضوء.